السلام عليكم. عاهد الباروتي شاب خرج ضمن تشكيلات المقاومة الشعبية في وجه ميليشيا الحوثي في أول أيامها بشهر مارس 2015، وفي شهر يوليو أصيب بجراح تسببت في بتر قدمه، ثم تعرض للاختطاف بينما كان في طريقه للعلاج في عدن، وبقي في سجون الحوثيين جريحا وأسيرا لثمانية أشهر. خرج منها بفدية دفعتها أسرته، لكنه خرج من سجن الحوثيين إلى متاهة الإهمال. نتابع في الفيلم التالي قصة الجريح والمختطف السابق عاهد الباروتي، ومن ثم نعود. اسمي عاهد مقبل حسن من السيف الباروتي. يعني نحن بدينا بداية الحرب، يعني بدينا ب 15/3، يعني لا نهاية لا بداية شهر 7/2/7 تصوب تقطرق الحق ذي، وهذيك تسرى 3 كسار تسرى الأنف حقي. وبعد وانا طالع لعدن مسكونة الحوثة برباشة، وجلست 8 شهور. بعد وسط ناس دفعت بياس من جيبي، لا حد قابلي ولا من جيبي، بعته بذهب وخرج. دخلت هنا لتعز بعد الترقيم، قالوا لي الترقيم على فؤاد شمسان. نزلت انا قنبة فؤاد شمسان، فؤاد شمسان كان يتلعب بي، وهذا رجع لي بعد اسبوع، رجع لي بعد 5 ايام، رجع لي هكذا. يعني جلست انه شغلك انا 5 شهور وانا قري لفؤاد شمسان طالع نازل طالع نازل. ناس كنتنا انا وهم، بالاخير اجي لك قدوم البطايق قبل شهر، او قدوا البطايق الشخص العسكريه قديبي معاهم، وانا الذي قدنا من بدايتهم، يعني لا بطاقة ولا رقم عسكري. قل لنا استمارة مزورة، وانت بصرت الاستمارة من نفسك، يعني قل لنا مزورة. ترقمت لي سنة ونص، إلهي مش مزور كيف سنة ونص ما معاناش راتب. هذا اللي الترقيم سنة ونص، يعني بدون راتب بالترقيم. قريح 5 سنين طلع مزور، علشان يهدوا اعصابنا، ما نخرجش مظاهره، ما نسراش كل ساعه على عند القاده. يعني هم مش اقول لك انا يهدوا اعصابنا، اننا بدون راتب هذا نشقي بالعربيه ذي، وانت بصرت انا اللي خلينا الاقي بالشارع بتسعة، لا قائد يندي لك ولا احد يندي لك. يعني حق الدماغ اثر الضرب حق العضله، خرجت عمام من عند الحوضة، وعالقنا الدكتور عبد الله المخلافي بالثورة بقسم العيون، عالقنا وفي لي عملية، والحمد لله الآن صحي عيوني. اسألهم، اسأل القائد، سألت اسأل عند عبد العز المقيدي، قل له ساعدنا بحق هذا العلاج. قال لك ما فيش إمكانية حق العلاج، تسأل بشا قال لك ما فيش إمكانية. إلى أبو واحد ثاني ما هوش ماسك عقله، وهذا بيقرح مجنون ولا بيشنق نفسه، قتل نفسه. بس أنا الله معي ماسك عقلي وماسك كل حاجة، وربك كريم. كنت اشتغل بالقبة بالشعير، طارد نحن عبد الله اسمه عبد العزيز مديش، عبد العزيز مديش حق البلدية طارد نحن، رجعت اشتغل مع هذا. ما اشتبه هنا الا شاخص، والله لا بوش تبياكت ان انا اقفز برجل واحدة، يعني ما اسوي لا بوش تبياكت. ايام الاشتباكات قبل عباس بصر طلقة ذي كيلين، والله وانا هنا واقفز للمركز هذا برجل واحدة. الحمد لله اشكر لك انا ربه
في بعض متهبشين يعني ياقي عندي لهم بعضهم يمشوا بعضهم اصلا يقول لك انت العربيه ما ايش حقك انت الا شاقي انت الا الا والله زعلان ان انا ضحيت برجلي وبالاخير وسهرت والشيخ حمود باس انا بالرجل وسهرت من شانه 8 شهور الضارب هذا بس ربي قد ماسك لاعصابي والدماغ والمخ حقي رباك لا انا اقول لك لو اذاني ايش حرق نفسه ايش قتل نفسه ايش فز من اكبر عمياره ايش ما مش قتل نفسه الشيخ حمود انا ايش اقول لك انه ما فيش الصندل حق انه احسن من القاده حقنا يعني انه ايش كان ياقي يزورنا احنا يقسم ال 100,000 من 3 يوم بس انا قد اللي بيال السعودي وما بس انا بالرجل قد اللي بيال السعودي اعظم ما بش واحد قائد كقصر على شغل لك انا المستشفى قازر القرحة هذا شغل لك انا كان يسرع يزورنا احنا غلق اليومين ياقي يقسم ال 100,000 من 3 قرحة يعني ما هوش متكبر اعظم متكبرين شتو مناصب هذو هذا الصد ينزل 170 شو تبصر انت ما في من فضائح ب 22 ب 170 باللي هو 17 يعني في شهداء عيال شهداء ما يحصلوش ما ياكلوا ايش رايك؟ يعني نحن 1000 اعتقد 1800 جريح شهيد الذي من حش مرقم اصحابنا انا اقول لك قادتنا ما هنش ماشيين بامانه ماشيين لفافين دوارين ما هو من قريح قال لك خلاص هذا قريح قدل بابوه هناك عسكر بداله ما هو من شهيد قدل بابوه خلاص هذا مات مع شهيد يراجع على الرقم حقه يعني نحن قريح استشهاد خلاص ما عملناش هذا ما عملناش حاجة أصحاب البقالات أصحاب المترات الوكيل للقوالات مرقم ب 170 والله واللي خلقك إنه كلام عبد العزيز المجيدي من لقفه وعبد علي الشرعبي إنه مرقم ب 170 كلام عبد العزيز المجيدي من لقفه يعني نحن الجرحى شهداء خلاص هذا معاش قادر قاوم بعدها يا ليت إنه في مقاومة الحين الأيام هذه يعني شلوا له القائد 20-30 نص المعاش خلوه يرقد بالبيت هذا أنا معي طرف من حق الثورة وطرف من حق مارب معي رجل من حق مارب هذا أنا قلته بالآن ما حصل شرابة اللي هي تمسك الرجل تقزها قال لك شرابة ب 300 دولار من فين أجيب أنا 300 دولار ما حصلش راتبي كلمت معهم قلت لهم قولوا لي شرب مارب قال لك ما فيش مارب عادين بتركيا وانا من فين اجيب قلت بالرجل والله ان انا من بعد رمضان وانا مشي من هناك وهذه ذيهان قال لي وانا برويك شوف معي من حق الثوره ها كلها قراحت هذه حق الثوره انا والحمد لله انا اشتغل وسنب على رجل وربك كريم يعيننا والحمد لله خرج عهد من سجن الحوثيين وقد فقد فرصته في الحصول على رقم عسكري باعتباره واحدا من جرح الحرب الذين يستحقون الرعاية بل وحرم حتى من حقه في الرعاية كجريح مدني يعاني من أثار التعذيب الذي تعرض له في سجون ميليشيا الحوثي ويكافح وحيدا للحصول على العلاج وتوفير احتياجاته اليومية وصار واحدا من آلاف الجرحى وأبناء الشهداء الذين احتال مرضى النفوس على حقوقهم واستغلوا ضعفهم وعجزهم فحرموهم من حقوقهم البسيطة في الرعاية والعلاج والمرتبات. مشاهدينا الكرام، أوضاع جرحى الحرب وحقوقهم في القانون موضوع حديثنا مع المحامي والناشط الحقوقي نبيل شريان ينضم إلينا من مدينة تعز. أهلا بك معنا سيد نبيل. سيد نبيل، يعني شاهدنا قبل قليل قصة
شاب فقد قدمه في معركة تحرير تعز، أيضا تعرض للخطف والتعذيب في سجون الحوثيين. ما الضمانات التي يقدمها القانون للحصول على حقه؟ أيضا حرم من الحصول على حقه في الترقيم العسكري والحصول بالتالي على مرتب. ما هي الضمانات التي يقدمها القانون له؟ كل القوانين المحلية والدولية كافلة حقوق ضحايا الحرب سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وذلك منذ إصابته وما بعدها، كما هو واضح أيضا في اتفاقية جنيف الأولى والثالثة لعام 1994، والتي نظمت كيفية التعامل معهم أثناء النزاعات المسلحة ابتداء من العلاج اللازم كلا بحسب حالته، وكذا حقهم في الحصول على الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم، وحقهم في الحصول على المرتبات الكافية لتسيير حياتهم المعيشية. أيضا الدستور والقانون اليمني كفل لهم حقهم في حياتهم المعيشية بسلام، حقهم في التعليم بما يتناسب مع حالتهم الصحية، وتوفير مدارس خاصة لهم أيضا كل بحسب حالته، وحقهم في السكن، وحقهم في استلام مرتباتهم دون انقطاع، أيضا حقهم هذا كفيله له الدستور، كفيله لهم الدستور، والدولة هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير كل متطلبات حياتهم بشكل يضمن العيش لهم بسلام وأمان. سيد نبيل، تم دمج زملاء هذا الشاب في الجيش بينما هو كان يعاني السجن والتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، خرج ولم يحصل على حقه في الترقيم العسكري، ضاعت حقوقه، انتهكت حقوقه لفترة طويلة. من المسؤول عن ضياع حقه، وكيف له أن يتابع حقوقه ويحاول الحصول عليها؟ سيدتي الكريمة، قرار رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي واضح وصريح بشأن ضم المقاومة الشعبية للجيش الوطني بغض النظر كان جريحا أم لا، وبالتالي فقيادة الجيش ملزمة بدمج كل من شارك في المقاومة الشعبية، وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة في حال مخالفة ذلك. ومن حق أي شخص كان له دور حقيقي في المقاومة الشعبية الحصول على حقه عن طريق القضاء من خلال اللجوء إلى المحاكم المختصة للمطالبة بذلك. ومن المعيب أننا وفي السنة الخامسة تقريبا من الحرب أن يوجد جريح دون ترقيم أو شهيد دون الحصول، تحرم أسره من الحصول على مرتبه. يكفيهم ألم المعاناة، يكفيهم ألم المعاناة. وأعتقد أن القضاء العسكري هو المختص بذلك. العسكريين والمدنيين في مدينة تعز حتى الآن، هل تتوافر هناك إحصائية تشمل من تعرض لجراح وأيضا سجن في سجون الحوثيين؟ نعم سيدتي، هناك إحصائية بحسب ما وصلتنا من الراصدين في الميدان، فقد بلغ عدد الجرحى من العسكريين والمدنيين في محافظة تعز منذ بداية الحرب في عام 2015 وحتى النصف الأول من عام 2019 إلى 25,000 جريح تقريبا حسب المصدر، بينهم 8,102 جريح من المدنيين، منهم 353 نساء و 2,264 طفل حتى نهاية العام 2018، وبقية العدد يبقى جرحى من العسكريين والمقاومة الشعبية. نعم، هل هناك طريقة معينة لإبلاغ النيابة العامة بحالة الانتهاك التي تعرض لها عاهد ومن يشابهه في المعاناة والمأساة؟
الطريقة العامة، الطريقة هي الإبلاغ عن ذلك وتقديم دعاوى بخصوص ذلك ممن تعرض للضرر أو من لحقه ضرر من أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بدعاوى تقدم أمام الجهة المختصة سواء النيابة أو المحكمة. نعم. يقوم يعني بعض الضحايا بتنظيم وقفات احتجاجية وأيضا مسيرات للمطالبة بحقوقهم، ما الإجراء الذي يجب على قيادة المنطقة والجهات المعنية التي توجه إليها هذه الطلبات؟ ما الذي عليها أن تقوم به لإنصاف هؤلاء الضحايا سواء في الجيش أو الأمن أو حتى المدنيين الذين تعرضوا للجراح؟ أقول سيدتي بأن السلطة الشرعية ملزمة بتوفير المرتبات وكل ما يستحقه أو يتطلبه الجرحى سواء كان مدني سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وكذا الشهداء. والواجب على قيادة المنطقة والجهات المعنية حل هذه الإشكالية حلا جذريا بما يضمن تسليمهم كافة حقوقهم المطلوبة. نعم. كما ينبغي ألا يعاني هؤلاء الشريحة من المجتمع الذين ضحوا بحياتهم لنعيش بسلام، ألا يعانوا إلى جانب معاناتهم تعاني أسرهم ويعانون من الفقر والمجاعة، إضافة إلى ما قدموه وبذلوه في سبيل تحرير وطنهم والذود عنه. نعم، كيف تقيم أنت تعامل السلطات المحلية مع هذه القضايا؟ أقول أن السلطة الشرعية سواء كانت محلية أو عبر مؤسسة الرئاسة ممثلة برئيس الوزراء لم تولي هذا الملف أي اهتمام. من المعيب أنه وإلى الآن لا توجد ميزانية مستقلة للجرحى والشهداء، وما تقدمه السلطة الشرعية سواء محلية أو غيرها هو فتات للجرحى، ونحن كل يوم نسمع أنات الجرحى وصراخهم في أنحاء متفرقة من العالم، منهم في جمهورية مصر العربية ومنهم في الهند ومنهم في السودان. هذا من توفقوا في الخروج، وأغلب من توفقوا وأغلب من تم تسفيرهم من الجرحى هم بجهود شخصية. نعم. بجهود شخصية كان آخرها ما تم تقديمه لهم من قبل قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز الشيخ حمود المخلافي ومن قبل فاعلي الخير. فالسلطة الشرعية لا تولي هذا الملف أي اهتمام. فما نراه اليوم هو تجاهل تام لهذا الملف، وكان آخرها أن وجهت السلطة المحلية باستقطاع جزء أو بسيط من مرتبات الموظفين يودع إلى سبيل الجرحى، وهذا ما لم نعهده في أي نظام من الأنظمة. نعم. سيد نبيل، التحايل على هؤلاء الضحايا ومحاولة منعهم من الخروج في مظاهرات للضغط على من أو المتسبب في استمرار معاناتهم، هؤلاء المتحايلين عليهم، ما هو البند أو النص القانوني الذي يعاقب مثل هذه الحالات في التحايل على المستضعفين والضحايا؟ أختي الكريمة، قيادة الجيش وقيادة الجيش بما فيها قيادة الوحدات وقيادة المحاور ووزارة الدفاع هي ملزمة إلزاما تاما بتوفير كل مرتبات لأسر الشهداء للشهداء والجرحى، والقانون قد نظم ذلك، وقرار رئيس الجمهورية واضح بخصوص دمج المقاومة الشعبية للجيش الوطني، ومن يتحايل على هؤلاء فالقانون واضح بمعاقبته. نعم. دور المنظمات الحقوقية المدنية المتواجدة في تعز لمساعدة هؤلاء الضحايا وأقاربهم،
برأيك كيف تقيم أنت دور هذه المنظمات؟ أقول أختي العزيزة بأن دور المنظمات في محافظة تعز، المنظمات لا أقصد المنظمات المحلية، المنظمات الدولية، لا يوجد أي دور للمنظمات الدولية في محافظة تعز تجاه هذه الشريحة من المجتمع أو غيرها. نعم. وإنما نقول فاعلي الخير والمنظمات المحلية بعدد بأشخاص قليلة هم من يسعون للتخفيف من الآلام ومعاناة الجرحى وأسر الشهداء، ومشكورين على ما قدموه، والتقصير كل التقصير هو من قبل السلطة الشرعية. نعم، إذا ما تم استعادة الدولة ويعني في قادم الأيام، كيف سيستطيع هؤلاء الضحايا معاقبة المتسبب في حرمانهم من حقهم وتعويضهم عن السنين التي تجرعوا فيها مرارة الألم والتعذيب؟ من خلال اللجوء إلى المحاكم والنيابات المختصة لمحاكمة هؤلاء وتعويض الجرحى وأسر الشهداء عما تعرضوا له من إهدار حقوقهم ومصادرتها وتعويضهم عما لحقهم من ضرر. القانون اليمني قد كفل هذا بناء على الدستور. نعم، هناك حالات إخفاء قسري يتعرض لها أقارب هؤلاء الضحايا للحرمان من مرتباتهم أو مرتبات معيليهم، ما هي الجهة المخولة والمسؤولة للدفاع عن حقوقهم والتي يلجؤون إليها؟ بإمكانهم اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم الدعاوى بخصوص ذلك. نعم، هل لديك رسالة أستاذ نبيل تود إيصالها للجهات المعنية وحتى المواطنين يعني من خلال منبر قناة بلقيس؟ رسالتي لفخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه علي محسن صالح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذا رئيس الوزراء، بأن يولوا هذا الملف المهم، هذا الملف للشريحة المهمة من المجتمع، اهتمام وبصفة مستمرة، وذلك عبر تحديد أو إقرار موازنة مستقلة للجرحى تضمن إيصال حقوقهم ومتطلبات حياتهم المعيشية بشكل لا يلجأ به إلى أحد. نعم، المحامي والناشط الحقوقي نبيل شريان، كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. الجريح والأسير السابق عاهد الباروتي تم الرصد في أمان الله.